أهلا وسهلا أعزائي متابعي موقع جريدة النهار المصرية، معكم اليوم في تغطية جديدة من داخل محافظة القليوبية، وهي مقتل شاب مقتبل العمر لسه كان يدوب بيبدأ حياته. محمد قتل أول أيام العيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة. احنا النهاردة معاكم من داخل منزل محمد وأسرته عشان يحكوا لنا أكتر عن تفاصيل القضية والواقعة. كل اللي احنا عرفناه ساعتها إن محمد شاب عنده 22 سنة اتقتل بعد صلاة العيد وهو كان رايح المحل بتاعه. طبعا اتفاجئ بخمس اشخاص بيسرقوا المحل بتاعه، وعلى الفور قاموا بالتعامل معاه واطلقوا عليه عدة اعيرة نارية هي اللي اودت بحياته. النهاردة معانا اخو محمد، عرفنا بنفسك. الهادي انت اصغر من محمد بكم سنة؟ عايزك تحكي لنا الواقعة، ايه اللي حصل فيها؟ اللي حصل ده قبل ما الخبر يجي لك بقى، يعني فاهم؟ يعني انت اصلا كده كده الخبر جاي لك، بعد كده عرفت الواقعة اللي حصلت. احكي لنا بقى الواقعة وبعد كده قول لي الخبر جالك ازاي. ايه في الواقعة؟ رحت لقيته هناك قدام المخزن مضروب بالنار قدام المخزن، اعتبر نصه هو ونصه بره. تمام تمام اول ما شفته ما قدرتش بقى، ما قدرش اقع على نفسي، قمت واقع. من بعدها ما حسيتش بأي حاجة. ما حسيتش بأي حاجة، وحاسس إن أنا عايش تايه كده. اللي عرفتوه بعد الواقعة مين اللي عمل كده في أخوك؟ هم الخمسة اللي ممسوكين دلوقتي. هم كانوا رايحين المحل ده بغرض السرقة، بغرض السرقة، واتفاجئوا بمحمد جاي. فرقوا محمد، محمد كان هناك. يعني محمد كان هناك ولا محمد جه عليهم؟ لا محمد كان هناك، وهم دخلوا عليه، هم دخلوا عليه وبدأوا يتعاملوا بالأسلحة اللي معاهم. وضربوه قبل النار. تمام. اللي سمعته ان الطلقة جت في دماغه اودت بحياته على طول. ايوه تمام. محمد كان بالنسبة لك ايه؟ كان بالنسبة لي اخ واب وكل حاجة. انت باباك متوفي. نعم. انت كنت فين ساعة الواقعة؟ كنت بقى مزورة بقى في الطلقة. وجالك الخبر؟ جيت عرفت الخبر على طول، رحت هناك واتفاجئت باللي حصل. اتفاجئت بقى باللي حصل. احنا النهارده معانا اصحاب محمد لاول مره هيتكلموا عن محمد، ومحمد ايه بالنسبه لهم ومواقفهم معاه والخبر استقبلوه ازاي. عرفنا بنفسك. احمد ممدوح. انت صاحب محمد المقرب. صاحب محمد المقرب. تمام. عايزاك تحكي لي محمد كان بالنسبه لك ايه. ما كان بالنسبه لي كل حاجه، راجل جدع وراجل مخلص وكل حاجه، وما بيتاخرش على حد في حاجه. يعني ما يعني مثلا عمره ما صاحب مثلا احتاجه وقال له لا انا لا مش فاضي، انا مش انا مش قادر. كان بيحب شغله، كان بيحب شغله كل حاجه، وكان يخلص شغله ويجي يخرج معانا ومش اي حاجه، ولا عمره زعل حد ولا عمره جه على حد ولا في اي حاجه. كان محبوب من الكل. كان محبوب من الكل. قبل الواقعه انت قلت لي قبل الواقعه كان سهران معاك اليوم اللي قبله. قبل الواقعه كان يوم الوقفه، كان هو صباح، كان وقفة العيد الأضحى. كان سهران معانا في أسبوع ابن واحد زميلنا، وسابنا بالليل متأخر وقال لنا أنا هروح. هو عدى عليك الصبح مفيش، أنا دخلت البيت وهو قال أنا هروح، لقيت واحد زميلي بيرن عليا الصبح. ما صلاش معاك؟ ما صلاش معانا لسه، ما كناش صلينا بقى، أنا خارج عشان أصلي صلاة العيد. الخبر جالك؟ لقيت واحد زميلي بيرن عليا، أول حاجة قال لي محمد بيتخانق في المخزن. قلت له طب أنا بلبس ونازل. أول نزلت قال لي محمد حصل كده، والناس كانت داخله المخزن وضربوه بالمغرب، محمد مات. ازاي يا ابني كده؟ قال لي ما اعرفش. طب تعالى نروح نشوف. خدنا بعضنا وجينا على المخزن، لقيتوه، لقينا محمد مضروب بالمغرب ومات. اول ما رحنا كان خلاص ما كانش في الروح اصلا، كان هو مات. تمام. كانت صدمه ليكم كلكم ان محمد، صدمه لينا كل حاجه. مش بقى احنا شفناه ما قدرناش نتكلم مع نفسنا، انهيرنا عليه، ويعني ما قدرناش نشوف حاجه تانيه بعد كده. كل زعل عليه البلد كل كلها. كل زعل عليه، هو كان راجل جدع ومحترم ما زعلش حد. يعني عمره في يوم كده ما جه على حد وجه قال لك مثلا ايه انا زعلت فلان عايز اروح اصالحه؟ لا ما جاش على حد، وان كان حد زعل منه ولا حاجه هو بيروح يراضيه. ما بيستناش ان هو ده اللي يجي يراضيه. هو محمد راجل محترم وما تاخرش على حد في حاجه، يعني لو زعلان من حد كان هو اللي بيروح يراضيه. كان نفسه يعمل ايه وما يعني ما عملوش؟ اكيد انت صاحبه، اكيد كان عارف هو نفسه في ايه. كان نفسه يعمل كل حاجه. هو كان في الجيش في الفتره كان دي. في الجيش كان، هو لسه مخلص جيش. تمام. كان خلاص لسه بدأ يبدأ حياته بقى، خلاص خلص جيش وعايز يبدأ حياته ويشوف دنيته.
ملحقش. عرفنا بنفسك. محمد هاني. انت صاحب محمد الله يرحمه. انت كنت سهران معاهم يوم الوقفه يوم ال محمد الهادي كده قوي. احنا مننا جيران في الحته. انت يعني انت مش صاحبه بس انت جاره كمان. بس بننزل نقعد مع بعض مش عارف هنا في الشارع مش عارف ايه نقعد جنب بعض عادي يعني. الراجل كويس عمره ما سمعت حاجه عنه وحشه ولا حد قال لي محمد كذا محمد الهادي كذا وفي حاله والسهره للمخزن بتاعه وشغله ومحدش كان بيسمع ولا مشاكل ولا في حاجه ولا في حاجه. قبل الواقعه شفته؟ انا قبل الواقعه كنت واقف هنا في البلكونه كان في يوم الوقفه بعد المغرب لما كان النهار بالليل كده قبل العشاء بساعه. تمام. في البلكونه كان هو قاعد على الباب عنده على الباب البوابه كان في واحد زميله معدي بالمتحف. مش عارف محمد مش عارف قال ان جاله مش متذكر قوي يعني برضه فمحمد اللي جاله فمش عارف محمد ايه اللي خلاه يروح له كان عند العربيه اللي انا كده فمحمد قام راح وقف انا حسيت ان في حاجه غريبه ازاي محمد يعني على طول كده بسلم عليه ومش عارف واقف معايا وتعالى وقام جايب وقعد هنا شويه ماشي وقعد شويه وبعد كده اللي ندى ده كان صاحبه يعني؟ اه هو صاحبه اعرفه. تمام. فقعدوا معاه بعض شوية وعملوا الشاي وقعدوا يشربوا الشاي وبعد كده بقى سمعت بقى خبر الصوت إن محمد راح المخزن راح المخزن ما صدقتوش طبعا ما صدقتش ازاي العيال يقول لك انضرب من الناس اللي دخلوا عليه ضربوه بالنار من الناس دول قال لك من الناس مش عارف منين هو اللي احنا عرفناهم اللي هم اولاد عم يعني هم الاربعة كانوا اتنين اخوات واتنين اخوات وهم اولاد عم وكان بغرض السرقة اللي هم عايزين يسرقوه وده بالفعل حصل طبعا التحقيقات اتأكدت الكلام ده. ازيك يا حاجة؟ البقاء لله وشد حالك. عايزين النهاردة نعرف احنا النهاردة جايين لك عشان نعرف الواقعة والخبر انت استقبلتيه ازاي واحنا عرفنا اللي قبل اللايف لما اتكلمنا معاكي ان انت اول ما الخبر جالك انت قعدتي فاقدة النطق 6 شهور يعني الخبر كان بالنسبه لك صدمه صدمه جامده صدمه جامده. محمد جمد. محمد كان بالنسبه لك ايه؟ كان كل حاجه كان ابن كل حاجه الله يرحمه يا حاج. كان روح وعالي. الخبر جالك ازاي؟ انا بصلي لقيت الجريزه على البوابه بقول مين رحت ما سلمتش قمت جاري قال لي ابنك انضرب بالنار في المخزن. رحت ناديه على اخوه، اخوه نزل راح مع المخزن بالكلسون. طب خدني معاك خدني معاك ما رضيش. خدت بعضي وطلعت جاري. ما اعرف كنت ماشي على رجليا ماشي ما اعرفش ماشيه ازاي. المخزن بتاعنا بعيد. خدت السكه جاري. رحت لقيت امي لا اله الا الله هناك. ولقيت ابني نصه في المخزن ونصه بره المخزن. وسايح في دمه. ما حدش شوف العدو ولا حبيب بقيت شفت مهبوله بقيت ماشيه بقول لك ما بقتش في صوت مش عارف انت وصلتي كان لسه في الروح ولا هو كان توفى؟ لا كان مات انا وطيت عليه وحضنته بوسطه بس هو مات البطانيه اللي كانت بتلفي بقى كانت بتصور دم كده كانت بتصور دم يعني احنا كنا في حاله على بشر ربنا احنا من ساعتها ما فرحناش ما فرحناش ومحمد ابن عمري انا عارفه ابن عمري يعني ابوه مات واخته ماتت ابوه مات برضه زعلت بس دي تمتم علينا بالاكتر بقى دي كسر ضهري بالاكتر انا بصلي وانا بصلي بعيط محمد كان حنين عليكي؟ حنين عليا وعلى الكل كان حنين لو لاقي في الشارع وجايب كيس شيبس فيه يروح مديهوله كله كان طوب الارض بيحبه ما كانش له كاريه خلص الجيش وانا هشتغل مع اخواتي ونبدا بقى صفحه جديده ونشتغل مع اخواتي خلصت الجيش ما كانش بيجي يقول لك مثلا ايه يا ياما انا مثلا عايز اعمل مثلا مشروع عايز نفسي اخطب نفسي اعمل ما كانش في نفسه اي حاجه اتجوزته يا ريتني كنت اتجوزته وكان ساب العيل والعيله كانت ذكرى له لما ما اتجوزتوش ما لقيتش قلبه مفرح ده كان ما خلص الجيش ما كملش 15 يوم ما فرحش محمد ما فرحش ولاد الكلب موتوه ما فرحش
الخمسة أولاد الكلب موتوه، يعني بدل ما يضحوا بعجل ولا خروف يضحوا بابني؟ خلاص قلبهم حجر؟ اتجرب من قلبهم الرحمة؟ ها؟ يعني خلاص كده؟ إيه يا ولاد؟ ضربوه في رجله. خدوا المخزن كله عشان تاخدوا الأرضية. بس ما تموتوش. موت فظيعة بصراحة. فظيعة موت. وبعدين إيه؟ هعمل إيه؟ أنا ما من حد الله من ساعتها. سمعت ما بتنشف. أنا ما سمعت ما بتنشف. بصلي كده وبعيط. وبتحاسب نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في اللي موتك يا ابني. وطفى فرحتنا يوم العيد. يعني أنا بس لما نفرح بدل ما نفرح مع الناس كلها. مفيش فرحة، فين الفرحة؟ دخلوا علينا حزن، ما فرحناش. احنا ما فرحناش. قبل ما يطلع، قبل ما يطلع بقى من البيت يروح المخزن، شفتيه؟ اه كان دافن عمه وجه. دافن عمه وجه. وقعدنا. دافن عمه وجه قعدنا. اخو بيقول له هيروح هات ازاز بيبس عشان امامك وحميدك قاعده. راح لحد بيقول عليه ده الدجاجين قافله. قلت لهم خلاص اعمل لكم شاي. قال لي كل ما قالوا احنا هنمشي بقى. قعدت انا ونتكلم انا وهو. يعني العيله كلها كانت متجمعه وهو شافهم كلهم. اه مش كانوا في دفنة عمهم بقى وقعدنا بنتكلم ولغايه ما قلت له برا انا هخطب لك بقى. ثانويه ابوك عدت انا هخطب لك. ماشي؟ قال لي سيبها على الله يما. بس خلي بالك من نفسك. يا حبيبي. والله العظيم راح حاضرني بايسين بايسين اقول لك خلي بالك من نفسك. دي اخر حاجه قالها لي. تعالى تعالى انا جاي يا يما. مشي. خرج. وانا قاعد اهي قعدت جوا عشان اصلي بقى. كان بيودعك. قعدت اصلي طبعا صليت وانا بصلي لقيت مين؟ بقول لك البابا بترزح بقوي كده اهو. رحت شاد نفسي فيها ايه؟ قال لي ابنك مش قال لي مثلا انت بتقتل ولا حاجه. قال لي ابنك مضروب في النار بالمغفر. طلعت جري. اخوه نزل بالكلسون وجري خدني يا ابني ما رضيش. ما استناش توك توك ولا استنيت نكل ولا استنيت اي حاجه. خدت السكه جري وحافيه. انا ماشي حافيه ما اعرفش ماشي ازاي. بتشوف بقى اجري جريت رحت لقيت ابني. انا مش انا لحد وقت لما شفتيه بقى كده في المنظر ده يا حاجه منظره الكلمه اللي قالها لك قبل ما يخرج خلي بالك من نفسك زي ايوه ما جاتش في ودنك؟ جت في ودني جت كل حاجه حلوه عملها دي عملها لي عمره ما زعلني عمره ما قال لي كلمه وحشه. كان يخرج بالليل يجيب الاكل وانا وقت ان عنده سكر يجيب الاكل ياكل يا ابني يا سيدي ياكل. كان حنيه الدنيا فيه عمره ما زعلني نوم صراحة. بتطالبي بايه؟ انا بطالب بالقصص للخمسه. انا بطالب بالقصص للخمسه. وانا عاشق من ربنا ثم في ثم في الحكومه. في القضاء. عاشق من ربنا ثم في القضاء. هم يجيبوا لي حقي. هم جدعان وعارفين وعارفين حاله القلب ازاي. عارفين ان قلبي محروق ازاي. ده انا في قلب نار تحرق البلاد في حالها. تحرق البلاد في حالها لاني انا قاعده دلوقتي ربنا اعلم بي. انا بقعد اكلم نفسي وباجي انام على السرير بينادى عليا من هنا منظره ما بيروحش من بيت لا ومنظره لما شفته ميت قدام مني قدام مني على طول ما بنساهوش انا قاعده كده بصلي لقيت اقول يما خرجت سبت الصلاه وخرجت ما لقيتوش ما لقيتوش قاعده في الصاله لقيته زي ما يكون خارج من الاوضه عليا وانا قاعده ابني كبير اللي بتدلع عليا قلت له اخوك خارج من الاوضه اليوم. قالت لي صلى على النبي يا صلى على النبي. ما بروحش على بالي. انت حاسه بيه؟ انت حاسه بيه؟ موت. ده ليه ابن عمري؟ ده ليه ابن عمري؟ ابن عمري. وزنت الشباب محمد. زنت الشباب محمد. يعني حزن الدنيا كله عندنا ما دخلش بيتنا فرح ولا هنفرح. اللي احنا شفناه مش هنفرح. انا طالبه من الحكومه قصاص خلاف عن كده مش عايزه انا عايزه قصاص زي ما موتوا يموتوا وانا عشمي في القضاء كبير قوي باذن الله حقه راجع حقه راجع وباذن الله انا عايزه حقه يرجع وزي ما موتوا يموت انا طالبه القصاص مش طالبه غير كده انا مش طالبه غير كده طالبه قلبي يرتاح وانا عارفه مش هيرتاح بس طالبه ايه يبقى انا تبرد شويه لما يموت كده اشوف ميتين انا تبرد شويه لما كده لا لا داني داني لو مش مستعمله عقلي شويه ده انا نبل وامشي البلد والله نبل وامشي البلد ده انا بعد حد يتكلم معايا دماغي مش مع اللي بيتكلم معايا من اللي انا فيه التفكير انا ما بنامش بالتفكير وان صليت بعيط انا بصلي ما بنامش والله العظيم ثلاثه ما بنام ما بنامش من الحلقه تربع على ابني
ربنا يصبرك يا حاج. ما مش عايز حاجه من القضاء، لا الحقني بس القصاص، مش عايز غيره. الخمسه اللي موتني يموت بس، مش عايز غير كده. ربنا يصبرك يا حاج. وعشان في القضاء كبير قوي. احنا النهارده معانا اسماء وانت اخته، صح؟ انت اخته كبيره اكبر من ام. تمام. محمد كان بالنسبه لك ايه؟ محمد كان محترم مؤدب جدا جدا، والدنيا كلها كانت بتحبه، مش انا بس، مش عشان اخته، الدنيا كلها. ومش احنا بس اللي حزننا عليه، بصي الدنيا كلها حزنت على محمد. العيد ما كانش عيد، نعم. مش احنا بس، لا في الشارع اول ما دخلنا لقينا اليوفض عليها صوره. الشارع عاملها له، على صور محمد في التكاتك وعلى الذكريات، الناس كلها عاملاه في التكاتك والعربيات. هو محترم والناس كلها بتحب. واحنا ان شاء الله باذن الله ربنا يكبر مخاطرنا قريب، املنا في ربنا سبحانه وتعالى. واخر جلسه لمحمد يوم 22 يناير باذن الله، نطق بالحكم وباذن الله حقه يرجع باذن الله. باذن الله احنا عايزين ربنا يكتبه العزيز ولكم في الحياه قصاص يؤوي القلب. احنا عايزين القصاص، عايزين حق محمد للخمسة، مش واحد ولا اتنين، عايزين للخمسة. مشيت الرحمن خير. عايزين الجنابة، عايزين الجنابة ويرتاح في تربته، يرتاح في تربته. انا حالفة انا هرحق اما يجي هروح عند الطلب وزارة، هروح عند الطلب وزارة واطلع الارض ابص عشان خاطر حق ابني جه باذن الله. حق انا بروح اكلم وراك عند الطلب اقول له حقك هيجي، والله يبقى حقك هيجي. ما بنامش انا، ما بنامش بنام طول الليل، وحياتك يا رب ما بنام. انا ما بنامش على طول، الصداع مزيج دماغي. انا من ساعه ما مات عملت 3 عمليات في عينيا، انا ما بنامش. وحزن على ابني كبير قوي، محمد كسر وسط، كسر ظهري، محمد كسر ظهري قوي. يعني موت ابو ماشي الا محمد. نشوف بس صور محمد كده. محمد شوف ازاي هو ده اخو الصغير، صح كده؟ هما الاثنين شبه بعض اصلا. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. كلمة بقى اخيرة بقى مع خالته، عرفينا بنفسك. انتي خالة محمد. تمام. محمد بالنسبة لك كان ايه؟ محمد ابني، محمد ابني ليا، مش ابن اختي، ابني. انا يعني ابني، انا قاعده قدام الباب يوم العيد لقيت التليفون بيرن، فبرد على التليفون بيقول لي محمد مات. بقول له محمد مين؟ قال لي محمد مات. محمد مين يا ولا اللي مات؟ مين يا ولا؟ قال لي محمد. محمد مين؟ قال لي محمد ده محمد ابن خالتي يا ماما مات. مين يا حبيبي؟ قال لي طلعوا ناس عليه ضربوه بالنار. بعد عنك انا ما بقتش شايفه، انا بقيت اقول جاي اروح الاقي ابن اختي مرمي في الارض. طبعا يعني صعب، الناس بيبقى يوم العيد دي بتبقى فرحة، الناس كلها فرحانة، والناس كلها بتضحي في العيد الكبير ببهايم وبخرفان وبكل حاجة. احنا اللي ضحينا بابننا، احنا بنضحي بابننا. وبعدين احنا يعني محمد كان بيودك؟ محمد كان قبل ما بيخش البيت هنا وهو جاي من الجيش كان بيعدي عليا ويجي يسلم عليا ويبوس ايدي ويقول لي انت عاملة ايه؟ اقول له الحمد لله يا حبيبي، انت الحمد لله على السلامة. يقول لي الله يسلمك يا خالتي، انت عامله ايه؟ اقول له كويسه يا حبيبي. ما اولاد اختي كلهم كويسين معايا وحلوين، واللي زاد وغطى هو محمد، لان محمد ده ملوش مثيل في الدنيا بحاجه، لا في ادبه ولا في اخلاقه، وطوب الارض بيحبه. محمد كان ملاك ماشي على الارض. محمد ده كان ملاك ماشي. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبره، واكيد يعني باذن الله حقه راجع ويجيب له. واحنا عايزين القصاص، الخمسة دولي زي ما محمد مات الخمسة دولي يموتوا، عشان الغدر وحش، هم خدوه غدر، فالغدر وحش، واحنا عايزين حق ابننا. واحنا برضو راضيين بالقضاء، وبعدين قضاءنا عادل، احنا قضاءنا عادل والحمد لله يعني. واحنا راضيين بحكم ربنا برضو، احنا راضيين بحكم ربنا ثم بالقضاء، زي ما قضاءنا عادل الحمد لله يعني. وزي ما شاهدتم اعزائي متابعي موقع جريده النهار المصريه، دي كانت اسره محمد واصحابه. النهارده حكونا تفاصيل اكتر عن محمد، كلنا في انتظار الحكم الاخير للنطق بالحكم عشان حق محمد يرجع. احنا بس عايزين قبل ما نختم كده تعالي كده ميادة. تعالي يا ميادة. استعيتي لايه؟ عايديشي.
انت بتعيطي ليه؟ زعلانه عشان خالص. ها مياده انت عايزه تشيل ايدك عشان القمر خلاص. انت اسمك ايه قولي لي؟ يلا قولي انت اسمك ايه. اسمك ايه؟ مياده. طب انت بتعيطي ليه؟ بتعيطي عشان خاله؟ طب انت قبل اللايف كده جيتي قلتي لي حاجه في ودني، قلتي ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه حق خاله يرجع. عايزه حق خاله يرجع؟ هو باذن الله حق خاله هيرجع. تعالي. وزي ما شفتم اعزائي متابعي موقع وجريده النهار المصريه، اصغر طفله يعتبر في عيله محمد هي بنت اخته بتعيط، طفله يعني لا تعلم شيء بتطالب بحق خالها. احنا بنتمنى لكم الصبر وربنا يرحمه يا رب، هو اكيد في مكانه احسن وافضل وربنا يصبركم. شكرا اعزائي متابعي موقع وجريده النهار المصريه، كانت معكم شروق الخياط من داخل قريه البقاشين بكفر شكر محافظه الأديوبية.